السلام عليكم خوتي اخواتي صحابي صحباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اش اخباركم؟ ايوا زغرت انا اللي خصني زغرت، رجع ليا صوتي الحمد لله والشكر لله. كان مشى ليا، راكم سمعتوه في هاد الفيديوهات اللي كنحط مؤخرا. المهم هاد الفيديو غنحط لكم وسط هاد الفيديوهات اللي باقي ما ساليتهمش. هذا فيديو الناس دابا نورمال خصهم يحطوه في الاول، انا يا خوتي راه قبلوا عليا عاد ساليت وحق الله تا يلا ساليت لي. هو واحد الفيديو خفيف ظريف صغير ما فيه والو، علاش هي التعرمده اللي كنت كندير باش تقولوا راني حياد، كان تقولوا راني ما حادكاش. اي كاع داكشي اللي كنديرو في كل نهار، يعني بكل تواضع داكشي اللي كنديرو حنا على قد الحال. المهم كل حاجه اللي كندير اليوم في الشيوات، مره بسيطيلات، مره بيتزات، مره داكشي مخلات حوت، حنا مع فهمتي كنديرو حنا عشاء وفطور. انا بعدا بالنسبه لي كندير فطور وعشاء وسحور في نفس الوقت، ما كنفطر يعني كيفاش نقول لكم، من فطوري حتى لفطوري فهمتوا كيفاش، ملي كنفطر كنبقى ناكل والو حتى النهار الاخر في الفطور الاخر، عرفت ماشي صحيه وعرفت ضروري خصك تسحر واخا تشرب غير كاس تاع الماء ولا شي حاجه. واني بالنسبه لي انا مع صافي ما كنقدرش ناكل شي حاجه ولا نزيد شي حاجه من ورا الفطور، داكشي علاش غنقدم لكم بعض الوصفات. واحد الكسريات كسكسوري انا اللي صايبتها، وبيني بينكم ما جاتش زوينه والله، ما جات تحمل الوجه. المهم شحال من حاجه في ديك الماكله اللي كتشوفوا فيها كاين اللي كتجي زوينه وبنينه بحال ديك العمارات وداك الشيء، واني بيني وبينكم بصراحه طلعت لي العماره في راسي، الحشوه في راسي، البصله في راسي، ما بقيت حملت والو. وصافي هادشي اللي جيت نقول لكم في هذا الفيديو. اليوم نهار تاع 27، نقدر نمونط لكم هذا الفيديو، نحاول نمونطيه لكم اليوم في هذه الليله تاع 27 باش غدا ان شاء الله نحطو لكم. المهم نخلي لكم افكار تاع 3 ايام، ما لقيتو شي حاجه ديروها زعما في هذا الفطور لحقاش، خصوصا في هذه الايام الاخيره ما كنبقاو نعرفو ما نديرو في الفطور، ما كنبقاو نعرفو وما نحطو في الفطور تاع رمضان وشهواتو. وصافي هادشي اللي كاين. دابا نمشي نضرب شي تصويرات ونحطو شي تيك توك ونتسناو خويا ومراتو ونغيغيس ديال قلبي الغالي حبيبي الزين ديالي البوكوس ولد خويا اللي كنحماق عليه كنحماق عليه. وصافي ونقول لكم دابا تهلاو في يوسكم وتصبحوا على خير. والبنات شوفوا عارفه وحق الله عارفه مقصره في حقكم، وعارفكم كاملين كتسناو الفيديو ديال التعارف ديالي وديال زعما الفرق العمر بيني وبين راجلي، كيفاش تعرفت عليه بزاف ديال الحوايج. وغندير لكم فيديو ماشي فيه غير قصتي وفيه هادشي كيفاش تعرفت لي، غندير لكم حتى كيفاش لقيتو تعرفوا على شي زوج شي رجل ولا شي مرا اجنبيه كيف ما كان، مش من دوله، والنصائح اللي خصكم ديروا وشنو الاخطاء اللي ما خصكمش تطيحوا فيهم. خاصني ندير لكم واحد الفيديو خصني نجلس عليه مزيان، راني صورته شحال من مره واني راه كيجي مراجل ولا كتوقع عليه شي حاجه كنضطر اني نعاودو ان شاء الله. غير نسالي دابا عرفتي عارفين رمضان والعام ما كنساليش، وملي كنسالي صافي بحال من ورا الفطور اختكم صافي كضحكه وماشي كنمشي للنعاس واني غير كنبقى شاده تليفوني ما كندير لا مونتاج، المهم كنبقى جالسه وصافي. قول لي شوفي بارك عليك من الهضره وسيري ورينا هادشي اللي طاري في هذا الفيديو، زعما هادشي اللي مصوره تاع شحال من نهار هذا الفيديو، يعني طويله ديالنا تاع كل نهار كندير واحد البلاصه. وحنا نقولها لكم كيفاش حنا دايرين، بحال تقولي عندنا واحد الثقافه في شي شكل كنعزلوا كل واحد وديال حقو واللي في نفس الميده، فهمتوا؟ غيبان لكم بلاطو غيبان لكم داكشي شويه مختلف. المهم قبلوا علينا صافي، وما عرفتش نقول لكم وعواشركم مبروكه والله يدخل عليكم هذا العيد الفطر ان شاء الله بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتو. كتبت ندير لكم مشتريات العيد والحويجات اللي خدينا وداكشي، واني عرفتي الوقت ما كاينش، نحاول زعما ندير لكم شي فيديو غدا ان شاء الله واني صافي داز الحال، ما كنظنش انني غنديرو دابا. عندي لكم مفاجات ان شاء الله في المستقبل القريب، داكشي علاش غنغبر عليكم واحد الفتره واحد شويه ومن وراها غادي نصور لكم. وصافي هادشي اللي بغيت نقول لكم، يلا نخليكم تهلاو ليا في ريوسكم وبيزو كبيره لكم كاملين كاع البنات والدراري اللي كيتفرجوا فيا كاملين، والناس اللي كيتواصلوا معايا تبارك الله عليكم ناس محترمين في المستوى، الله يخليكم ليا ويخليني لكم. وبيزو كبيره، باي باي. هنا خوتي خواتاتي كتشوفوا البيتزا دجني واحد الدجاج مع شويه الخضره، البيني سميتو شلاضة، التاكوس واتاي وعصير تاع الفريز والليمون وصافي. هادشي اللي كتب الله، هنا كاين البغرير كاين البرجر كاين هذاك القمح مع سميتو مع شلاضة، هنايا كاين الدنج هذاك الزعلو كاين السوشي وكاين كريسه تاع السردين شويه الشباكيه والعصير تاع البنان
والتمر وشويه اللوز واقيله هذا لا بقيت عاقله وكرواسة شارينها. هنايا تاني كاين مسمن شاريه، كاين مخيمرات معمرين صغيورين، كاين كرواسة، كاين العصير ديال البرتقال. هنا تاني نهار اخر كاين عصير تاع البرتقال والليمون زعما وسميتو والفريز، كاين هذاك الريب مع الديسير، كاين البيتزا تقريبا نفس الشيء كيتعاود. هنا هذه حريره ماما، ها هي بنينه وزينه تبارك الله، لا مزينه. ما كنحطش لكم الحريره، كنحطها هي الاخرى ديما. وهنايا في هذا النهار حطيت واحد شويه الكفته، درت معها شويه الزيتون وشويه ديال المهم مطيشه وداكشي، جات بنينه في الصراحه. هاد المقيله جات واعره، غير شي شويه تاع الكفته راه ما كاينه ربعه كامله، واني تبارك الله قدتنا حنا كاملين. وهنايا كتشوفوا بريوات معمرين بالخضره، كتشوفوا المسمن شارينو، كيعجبني هذا المسمن خامل، هذا طاكوس مصايبه بالكفته وبشويه مطيشه وداكشي، كيجي واعر وساهل ما فيش شي تعقيدات. هنا شويه تاع اللحم والخيزوط، هاد الطويجين هذا ما جاش زوين في الصراحه. هنايا شلاضه وخبيزات محيريشات ولافوكا والحليب وصافي. وشنو كاين عاوتاني؟ هادشي كنبقى واقيله من البارح هذيك البيتزا. هنايا كاينه الحريره، كاين عصير ثاني، حنا كنديروا نهار عصير تاع الليمون والفريز، نهار عصير ديال لافوكا والحليب. وهنايا كاين ها نتوما كتشوفوا داك المفسخ، هذاك القمح كنديروا بحال شلاضه وشلاضه العاديه، دايرين شويه الحوت وهنايا داكشي. المهم على كل نهار ورزقه صافي بصراحه. هنايا واحد الريب ثاني مع البنان، عصير ديال لافوكا مع هادشي، هاد الجنيوحات كيجوا زوينين فنيونين تاع الدجاج مع الرز مع مطيشه وداكشي. هنا هاد القصريه تاع الكسكسو اللي ما جاتش بنينه والو. هنا البيتزا ديك الكرواسه شارينها، هنا فاش كنكونوا كنفطروا غير بوحدنا، ما كيكونش معنا خويا ومراتو، داكشي اش كنديروا طويجين عادي كنكونوا حنا مجموعين، اللي كيكون معنا اللي كنديروا ثاني فطور زعما شويه شويه. المهم هنا عادي سمحوا لي. هنا ثاني النهار دايرين واحد شويه لحوت مع شويه الخضره منصوب، تاكوس مع شويه الزعلوك تاع الدنجال مع هادشي ديال المهم صافي هادشي اللي كاين. هادشي باقي اللي درت. هنا الفريتو شويه الدجاج بنين الصراحه، الشلاضه البيتزا البريوات معمرين بالخضره وصافي، كرواسه شارينها وعصير تاع الليمون بوحدو وصافي. هادشي اللي كان فهاد النهار. هنا كريسات تاع السردين جاو يا سلام، كتصيبهم ماما كيجو زوينين معاهم شلاضه، معاهم بريوات، معاهم شويه شلاضه الروز حتى هي، والعصير تاع الليمون وسميتو. هنايا عصير تاع لافوكا وبانيني، هذا ديال اليوم حقاش كاين كسكسو، درنا غير لاسوب، واحد السوبه جات بنينه في الصراحه، وشويه المسمن شويه البيتزا وعصير تاع الليمون، والله يجعل البركه وصافي.